اشرقي يا شمس منا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق اثواب الكفاح. غنت الاطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق الينا عبر الحان الغناء. كلنا بل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام يوم جديد. ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في يومنا الجديد. اليوم بإذن الله عز وجل، وكما بادر زميلنا عبد الرحمن بوزير في راصده أن يوم الخميس يوم متجدد بتغريداته وكذلك بمستجداته من ناحية الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات وتعليقات الفيسبوك المتجددة، وكذلك الأخبار الصحفية والتقارير التلفزيونية واللقاءات التي سيشرفنا فيها بإذن الله عز وجل في قهوة الصباح الشيخ أيمن صفوت يتحدث عن تجربته في القراءة والإقراء للقرآن الكريم، وصوت حجازي منشدنا المبدع وهيب صمد مشاركا لنا في هذا اليوم، ومجموعة من الفواصل وكذلك التقارير، كل ذلك في يومنا الجديد. قبل أن نبدأ، إشراقة قرآنية ثم نعود. يوم جديد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، الغيب والشهادة الكبير المتعال. نحن في حاجة إلى معرفة الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه العظيمة وصفاته الجليلة ومن خلال أفعاله الكريمة. هنا من صفات ربنا أنه أحاط بكل شيء علما، ويعلم ما تحمل كل أنثى من أناثي الإنس والجن والحيوان والنبات في كل لحظة، لا يخفى عليه شيء. ما بعثكم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كبعث وخلق نفس واحدة. الأمر عنده كن فيكون، لكن نحن نخطئ حينما نقيس علم الله بعلمنا، فعلمنا حادث وعلم الله تبارك وتعالى قائم بذاته عز وجل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، وغيض الماء أي تنقص، وما تزداد بالحمل، وكل شيء عنده بمقدار، بعلم وحكمة وقدرة وتدبير جل وعز. ليس في الكون فوضى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا مجال لصدفة ولا مجال لفوضى في قدر الله وفي كونه، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحان العلي الكبير كبير المتعال سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتبصر ويتعلم ليزداد علما وعروجا ورقيا في أسماء الله وصفاته وأفعاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. ماذا عن أخبار وأبرز أخبار صحف هذا اليوم؟ زميلنا
عوض البكاري أعد لنا هذه الأخبار من صحيفة المدينة. مرور الطائف القبض على 40 مفحطا وحجز مركباتهم. كشف مرور الطائف عن رصد وملاحقة مخالفة التفحيط وخاصة طلاب المدارس، فقد تم القبض على 40 شخص قاموا بالتفحيط في عدة مواقع أمام المدارس، وقد تم حجز مركباتهم وإحالتهم إلى هيئة الجزاءات بإدارة المرور. وفي ذات الصحيفة، هيئة التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم تطالب إحالة الكاتبة المسيئة للنبي للقضاء الشرعي. طالبت الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته الجهات المختصة إلى أن تحيل الكاتبة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسابها الرسمي على تويتر إلى القضاء الشرعي، مطالبة الكاتبة بالكف عن مغالطاتها التي دأبت على المجازفة بها نحو أحكام الشريعة ونصوص القرآن والسنة. وصحيفة الاقتصادية البلدية والقروية تدعو إلى عدم ترك أي مخالفات والمحافظة على نظافة المتنزهات. دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المتنزهين إلى عدم ترك أي مخالفات أو آثار تشوه الوجه الطبيعي الجميل للمتنزهات البرية، وحددت إرشادات عن كيفية التخلص من النفايات والمخلفات بطريقة سليمة وصحية وآمنة. الجميع منا يمكن إن لم يكن كلنا يعني نشتكي من هذه الظاهرة، مع أن يعني كما يقال يعني بلانا منا، السبب منا نحن. الجهات قد تكون بادرت وساعدت وبذلت في توفير حاويات، لكن تأتي للمكان فهو نظيف، فما أن تقوم منه إلا تجد بعض البصمات التي تدل على أن هناك تفريط كبير في هذا الجانب. ولكن تعلمنا ونحن صغارا دائما أترك المكان أفضل مما كان، إن لم نستطع أن يكون أفضل فلا أقل من أن يكون كما كان. هذه دراسة علمية تحذر من شيء كذلك نحن متورطون به دوما، بالذات قائدي المركبات ومقتني الأجهزة الذكية، وقد يكون هذا سبب كبير لكثير من الحوادث. هذه الدراسة العلمية تحذر من الانشغال بالكتابة أثناء المشي. أظهرت دراسة أسترالية أن كتابة رسالة قصيرة على هاتف الجوال أو قراءتها أثناء المشي له أضرار ومخاطر كثيرة تتجاوز مجرد تشتيت الانتباه واحتمال التعرض لحوادث جراء ذلك. وأشار فريق الباحثين بأن تحرير رسالة هاتفية قصيرة أثناء المشي يؤثر سلبا على توازن الإنسان وتجعله يحيد عن مشيته في الخط المستقيم. فإذا كان هذا بالنسبة للمشي على الأقدام، فكيف بمن يسير على مركبته وسيارته؟ فلا شك أن الأمر أكثر خطورة. وصحيفة الشرق الأوسط، المهندس السعودي يواجه 14 عقبة لتقديم استشارته. كشفت دراسة ميدانية أن هناك 14 تحدي تواجه المهندسين السعوديين في سوق العمل المحلي، وشكلت عقبات أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة، مفصحة أن من بين أبرز تلك المعوقات هي وجود نسبة من الأفراد غير المختصين يعملون في القطاع، مقدرة نسبة تأثيرها بنحو 57%. وهذه دعوة إلى أن يكون من يعمل في ذات التخصص يعلم ما هي مجرياته وما هي أولوياته وكيف يمكن التعامل مع هؤلاء المهندسين. صحيفة الجزيرة في آخر خبر في جولتنا، تدريب 800 سائق أجرى على مهارات التعامل السياحة. نحن نعرف أنه الواجهة للسياح هم من يستقبلونهم، سواء من يعني شركات السياحة أو من المبادرات التي تكون موجودة أو الشركات المتخصصة في النقل. فالسائح يأخذ ويتكون ويتشكل عنده الانطباع الأول من خلال تعامله مع هذا السائق. فجميل أن يكون هناك مبادرات لتطوير ورفع مستوى هؤلاء الإخوة الذين يعملون في هذا القطاع حتى يعكسوا صورة إيجابية عنا جميعا. تدريب 800 سائق أجرى على مهارات التعامل السياحي، درب مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والأثار أكثر من 1377 مواطنا في قطاعات السياحة والسفر خلال 2013، ومنها مجال تنمية مهارات التعامل
مع السائح والموجهة لسائقي سيارات الأجرة في مطارات المملكة، والذين بلغ عددهم 276 سائقا ضمن خطة تستهدف تدريب عدد 800 سائق في مناطق المملكة المختلفة. بهذا الخبر نكون قد انتهينا من جولتنا الصحفية. دقيقة لصحتك ثم نعود. يوم جديد. تعد وجبة الإفطار أهم الوجبات اليومية التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجسم وكذلك الكربوهيدرات والبروتينيات، فجسمنا بحاجة إلى الغذاء بعد التوقف عن تناول الطعام خلال الليل كي يتزود بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه، ذلك لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من مواد غذائية لازمة لأداء نشاطه اليومي. الدراسات أظهرت أن من يتناولون وجبة الإفطار لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول، وأن تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة لها الأثر الإيجابي على الدماغ، حيث إنه يزيد من التركيز والاستيعاب وتقوية الذاكرة، فحاول أن يكون فطورك غنيا بالخضار والفواكه. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. ماذا عن آخر أخبار أم القرى مكة؟ معنا الزميل محمد رابع، أسعد الله أوقاتك بكل خير. أهلا أخي بندر، أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين والمشاهدات بالخير والسعادة. الله وكل يسعدك. عام وأنت بخير. وأنت بخير حبيبنا أستاذ محمد. لعلنا يعني الآن على قولهم من خلال ما تنقله شاشة القرآن أو قناة القرآن الكريم للصورة الحية لمكة المكرمة، الواحد أصبح يحلل شخصيا كذا، ونريد توجيها منك إنه الزحام ما زال يعني الحرم ما زال مكتظا بالمعتمرين، ماذا عن الزوار والمعتمرين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن مكة المكرمة مع بداية شهر صفر أو منتصف شهر صفر بدأت تكتظ بالمعتمرين، ويبدو أن الزحام يظهر واضحا من خلال شاشات التلفاز، لأن جزئين تقريبا أو ثلثي المسجد الحرام يشهد مشاريع. طبعا المرحلة الأولى وقد اكتمل جزءا كبيرا منها لكنها لم تفتح حتى الآن أمام الزوار والمعتمرين، والمرحلة الثانية بدأت مع انتهاء موسم الحج الماضي، ولا يزال العمل جاريا على قدم وساق ليل نهار توسعة المطار، وهي المرحلة الثانية. وهناك أيضا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل جهودها لاستكمال مشروع الجسر المعلق، وقد بدأت في استبدال الحاجز المعدني بحاجز آخر زجاجي، لعل في ذلك حكمة أو لعل في ذلك مصلحة للزوار والمعتمرين. ومكة المكرمة فعلا هذه الأيام تشهد زحام شديد، أيضا أكثر الزحام يكون في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام، لأن الجهة الشمالية أصبح المساكن فيها محدودة أو أنها تكون أبعد من المسجد الحرام نظرا لمشروع توسعة الساحات الشمالية، وأصبحت الساحات الشمالية خالية تماما من ما تنصحنا احنا المجاورين لمكة أننا نجي هاليومين مكة، ما تنصحنا لين ما يخف الزحام؟ والله الأفضل تترك المجال هذه الأيام للمعتمرين القادمين مختلف مناطق المملكة. جميل. يعني كثير من أهل مكة هذه الأيام يعني توقفوا حتى عن الصلاة في الحرم حتى تتاح الفرصة. جميل. للقادمين، خاصة نحن أيام إجازة هذه الأيام. صحيح. يعني معتمرين وزوار من جميع مناطق المملكة. جميل. إضافة إلى القادمين من خارج المملكة، وبالتالي يعني قد يكون الأسبوع القادم إن شاء الله مع بدء الدراسة سيكون الوضع أخف شيئا ما، يعني جميل. لا يمكن أن أتنبأ أقول يخف تماما، لكن
يكفي شيئا ما نظرا لان الكثير من اهل المملكه سيعودون الى مناطقهم. طيب استاذ محمد خليني اخرج شوي يعني كذا من الحرم الى ما جاور الحرم. بعض المناطق التي تمت ازالتها وبعض المساكن التي يعني نزعت لاجل التوسعه واهلها ما زالوا ينتظرون يعني التعويضات الصكوك المستندات في منطقة يسمونها جبل الشراشف. بالمناسبة إيش سبب تسميتها جبل الشراشف؟ هل عندكم أنتم تبرير أهل مكة ولا؟ والله الحقيقة التسمية الحقيقية يعني لا يحضرني الآن التسمية التاريخية لهذه المنطقة، لكنها منطقة معروفة بهذا الاسم منذ القدم. جميل. وهي منطقة مجاورة للمسجد الحرام، تبعد عن المسجد الحرام تقريبا 500 أو أقل من 500 متر. وأكثر سكان هذه المنطقة يعني إذا أذن المؤذن في الحرم يدركون يعني الصلاة خمس دقائق أو ست دقائق وهم في المسجد الحرام. جميل. طبعا هذه المنطقة ستشهد أكبر مشروع لتطوير العشوائيات كان رعاه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة السابق الأمير خالد الفيصل، والآن تسلم الملف شخصيا من سمو الأمير خالد الفيصل سمو الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة. جميل. وهذا المشروع طبعا يحظى باهتمام كبير من المسؤولين ومن الدولة على أعلى مستوى، لأنه أول مشروع كبير لتطوير عشوائيات مكة المكرمة. جميل. طبعا هذا المشروع سيغطي نحو أكثر من 1,600,000 متر مربع تقريبا، ما شاء الله. ويضم أكثر من 3,000 عقار سيتم نزع ملكيتها لصالح هذا المشروع. وقد بدأت شركة البلد الأمين وهي الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات ملاك العقارات، يعني يستقبلوا الصكوك الشرعية، ومن ليس لديه صك أيضا يقدم الوثائق التي تثبت تملكه للعقار من خلال فاتورة الكهرباء أو فاتورة الماء. كم المدة الفترة الزمنية المعروفة. الفترة الزمنية. نعم. الفترة الزمنية لهذا المشروع تقريبا؟ والله المشروع طبعا الآن خلاص بدأوا شركة البلد الأمين بدأت في تنفيذ المشروع من خلال طبعا الرفع المساح الذي تم والإحصاءات التي تمت، وحتى الآن وصلوا مرحلة استقبال الطلبات، ويتوقع بعد أقل من سنة يمكن قد يبدأ إزالة العقارات، وهي منطقة كبيرة جدا تحتاج عمل جبار. لكن المشكلة الكبرى التي تقلق الأهالي وهي التعويضات، يعني أكبر مشكلة تواجه أهالي مكة صرف التعويضات. يعني مثلا لجنة تطوير الساحات الشمالية الآن أزالت عقارات من 2 ومن 3 سنوات، لكن ملاكها حتى الآن لم يستلم العقارات نظرا لبطء العمل في اللجنة. العمل في اللجنة يصير ببطء شديد عجيب، يعني المعاملة تأخذ أشهر بل تأخذ سنة أحيانا في قسم واحد، وهذه شكوى دائما يطرقها أهالي مكة ويتمنون من الجهات المسؤولة العليا أن تتدخل لحل هذه الإشكالية، خاصة أن هناك توجيهات سامية بسرعة إنهاء إجراءات هذه الصكوك وإجراءات هذه المعاملات وصرف الحقوق لأصحابها. يعني الآن كثير من الناس نزعت عقاراتهم ما زالوا ينتظرون ولم يستلموا التعويضات حتى الآن، والآن يعيشوا في حالة صعبة جدا، يعني من خلال الإيجارات مرتفعة، يعني مرحلة انتقالية جدا أجار. مرحلة انتقالية جدا صعبة، كما ذكرت حق لهم أنهم يعني يتوترون، يكون عندهم جزء كبير من التخوف. طيب خليني بس عشان ما نطيل على الإخوة، ومكة ما شاء الله تبارك الله مليئة بالأخبار، ظاهرة طمس اللوحات المرور يشتكي من ظاهرة طمس اللوحات في مكة. نعم، الحقيقة إدارة مرور مكة المكرمة بقيادة العقيد سلمان الجماعي والضباط والأفراد يبذلون جهود كبير هذه الأيام للحد قدر المستطاع من المخالفات المرورية في مكة المكرمة. جميل. فكما تعلم أخي ويعلم الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ظاهرة طمس اللوحات أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير، يعني نراها في الطرق وأنت تسير في طريق مكة جدا، كثير من السيارات يعني تطمس اللوحات. لماذا؟ من أجل أن يسرع ويتحاشى أو يهرب مخالفات شاهرة. فالآن قائمة حملة قوية جدا في مكة لضبط المخالفين وضبط من يقوم بتحميل الركاب وضبط من يطمسون اللوحات، ويتم حجز السيارة مباشرة وبمتابعة من مدير المرور، حتى أنه يؤكد على الأفراد عدم إطلاق هذه السيارة إلا بمعرفته.
حتى تكمل 3 أيام إلى أسبوع أحيانا حج بسبب هذه المخالفة. ولكن مع الأسف الشديد البعض من الناس أو من فئة الشباب لا يزالوا يمارسوا هذه المخالفة ولا يستجيبون لهذه التعليمات. طيب ماذا عن جمعية البر والأيتام في مكة؟ الحقيقة جمعية البر بمكة المكرمة جمعية لها جهود كبيرة تذكر فتشكر، ولا شك أن شعارهم حسنة الحرم ب100,000 حسنة. جميل. وهذه الجمعية منذ أكثر من 6 عقود وهي تؤدي خدمة للأيتام لليتيم واليتيمة، وقد خصصت جائزة وسمتها بجائزة البر للتفوق لليتيمة واليتيم. وسيقوم مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يوم الاثنين القادم الأستاذ عبد الله بن أحمد آل طاوي برعاية هذه الجائزة في حفل يقام بفندق الدار البيضاء في حي العزيزية في مكة بحضور عدد كبير من المحسنين وعدد كبير من الأيتام وعدد كبير من رجال الأعمال والإعلاميين، بحضور أيضا رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة الأستاذ الدكتور طارق صالح جمال، والذي يبذل جهودا كبيرة من أجل إسعاد اليتيم واليتيمة، هذه الفئة التي تستحق من كل أفراد المجتمع نفتة ووقفة ودعم. وأتمنى أن يسمع صوتي رجال الأعمال والمحسنين بدعم هذه الجمعيات التي ترعى الأيتام، وفعلا يستحقون الرعاية ويستحقون الدعم من كل فرد من أفراد المجتمع. جميل جميل. طيب يمكن الزائر لمكة يعني يلحظ ظاهرة هي موجودة، نقول نحن في مكة وغير مكة، لكن بحكم خلنا نقول يعني الكثافة السكانية وكذلك الزحام المروري الشديد، يستاء الكثير من يعني ما يسمى بظاهرة السيارات الخربة المتناثرة بعض الأحيان على جنبات الطريق أو المتكدسة في بعض الأماكن المجاورة للمناطق الصناعية بالذات للورش الصناعية للسيارات. هل هذه يعني لها حل ولا على قولهم يعني الحال من بعضه؟ والله الحال من بعضه، لكن هذه الظاهرة فعلا مزعجة جدا، خاصة في الأحياء الشعبية القديمة، بل حتى المخططات الجديدة الآن أصبحت تعاني من هذه الظاهرة. يعني مع الأسف الشديد تجد الشخص يستبدل سيارته بسيارة أخرى، وبإمكانه أن يتخارج أو يبيع هذه السيارة لكن يتركها يبحث عن مكان يقوم بإيقافها، أو سيارة تتعطل فيتركها داخل الحي يؤذي الناس ويؤذي الجيران ولا يبالي. طيب المسؤول أمانة العاصمة هي المسؤول الأمانة لها تنسيق مع المرور في هذا الموضوع أم هي يعني مسؤولية الأمانة؟ المرور لا يستطيع أن يسحب السيارات وحده، لكن إزالة وسحب هذه السيارات مسؤولية أمانة العاصمة. هناك لجنة من المرور ومن الأمانة ومن أمارة منطقة مكة المكرمة تقوم بجهود لرصد هذه السيارات، لكن أحيانا تجد كتب على السيارة تالف يمضي عليها 6 أشهر إلى سنة إلى أكثر من سنة ولا تزال في مكانها. إذا ما هو دور هذه اللجنة؟ نتمنى من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة أن يكون عندهم تفاعل أكثر مع ظاهرة انتشار السيارات الخربة خاصة داخل الأحياء. وقبل كل شيء نتمنى من كل صاحب سيارة أن يكون عنده استشعار وشعور بأن وجود هذه السيارة قد يعيق الحركة وقد يؤذي الجيران ويسبب الأذى للناس في طرقاتهم. جميل. ومطلوب منا في شريعتنا الصحيحة وفي دين الإسلام إماطة الأذى عن الطريق. صحيح. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. صدق. فيجب أن يكون جميعا نتعاون من أجل مكة ومن أجل نظافة مكة ومن أجل يعني خدمة مكة وتهيئة السبل أمام الزوار والمعتمرين. جميل. حتى يكون تنقلهم بسهولة، خاصة أن بعض الأحياء تدخل فيها سيارات الزوار والمعتمرين وتكون هذه السيارات الخربة يعني حجر عثرة. صحيح، حجر عثرة عليهم. جميل. سيد محمد رابع سليمان، سعدنا جدا يعني بأخبارك، ومكة تستاهل أكثر، لكن الوقت ضاق علينا. شكرا جزيلا لك عزيزي. أبدا، شكرا شكرا لك أخي بندر، وشكرا للإخوة المشاهدين والمشاهدات، وإن شاء الله نلتقي دائما على خير بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك. كان معنا الزميل محمد رابع سليمان متحدثا عن بعض أخبار مكة شرفها الله. هنا انتهت هذه المداخلة الهاتفية، تقرير عن إثراء المعرفة مع الزميل حسن عبدو، ثم نعود. يوم جديد تحت شعار لم تروها من قبل،
أطلقت شركة أرامكو السعودية برنامج إثراء المعرفة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع معرفي متكامل. البرنامج الذي أقيم بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي حوى الكثير من الفعاليات، والتي أقيمت في خيام ضخمة واستهدفت جميع الشرائح. جئت مع العائلة والأطفال، استفادوا كثير من كل الفعاليات الموجودة لأنه فيها تنوع. أكثر شيء لفت انتباهي أو لفت نظري في هذه الفعاليات الموجودة هو ركن الفنون اللي فيه أسماء الله الحسنى، أخرجوها بإخراج مبدع جدا. كذلك خيمة الخاصة بألف اختراع واختراع، الميزة فيها أنها فيها إبهار، أبهرت جميع الحضور بالفيلم اللي كانوا عاملينه اللي عرضوه، الفيلم السينمائي اللي عرض. ففي معرض ألف اختراع واختراع يمكن للزائر أن يكتشف إنجازات الحضارة الإسلامية، والتي امتدت من جنوب إسبانيا وحتى الصين، وذلك عبر عروض لتجارب تفاعلية تبث روح المعرفة في الجيل الجديد لتلهمهم بناء مستقبل أفضل. وفي معرض قهوة الفن يمكن للزائر أن ينخرط في دورات فنية وتثقيفية متعددة، إلى جانب الاستمتاع بمعرض أسماء الله الحسنى ومعانيها. عندنا في خيمة الأرت كافيه بداية مع مسابقة الرسوم للأطفال، طبعا كل سنة يكون لها عنوان معين، السنة هذه عنوانها لنجعلها خضراء، طبعا هي تهتم بالبيئة. عندنا الجزء الثاني من خيمة الأرت كافيه اللي هو أسماء الله الحسنى، طبعا هي تقدم شروحات لكل اسم من أسماء الله، طبعا بالدليل من الكتاب والسنة وباللغتين العربية والإنجليزية. كما يحوي برنامج إثراء المعرفة تجربة فريدة من نوعها، وهي قرية السلامة المرورية، والتي تتيح للأطفال تعلم قوانين وأنظمة المرور وتطبيقها مباشرة عبر تجربة للقيادة بالسيارة في جو تعليمي ممزوج بالمرح، يسهم في إيصال المعارف إلى النشء بأساليب ابتكارية. خيمة السلامة المرورية تهدف أول شيء لغرز مبادئ السلامة المرورية في الأطفال من سن 5 إلى سن 12 سنة. اعتبار هذه عن أكاديمية مصغرة للأطفال يمر فيها عدة مراحل من التسجيل وفصول دراسية لمدة ربع ساعة، بعدها يتمرنوا على فعليا على سيارات مخصصة للأطفال لمدة ما قارب 20 دقيقة. الهدف منها إعطائهم نبذة عن القواعد المرورية والسلامة المرورية والإشارات المرورية. استفدنا انه ما نلعب في الكهرباء، كمان لو لعبنا هنتكهرب. لما نيجي ننام برضو يعني في الكهرباء ما نخسر. برنامج إثراء المعرفة، والذي يقام بمدينة جدة على مساحة 170 ألف متر مربع ويستمر لمدة شهر كامل، يحوي في ثناياه الكثير من المعارف والفعاليات والكثير من منجزات الحضارة الإسلامية. حسن عبدو لقناة المجد، جدة. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. ما أجمل العيش مع القرآن ومع أهل القرآن. معنا الشيخ أيمن صفوت. حياك الله شيخ أيمن. يا مرحبا. الله يسعدك. سعداء جدا بك. أنا أسعد يا سيدي. حنا يعني اللقاء بأهل القرآن مكسب كبير. الله يبارك فيكم. الله نستفتح إذا سمحت لنا هذا اللقاء بتلاوة آية. طيب. الله يعطيك العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه،
واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس عشان المشاهدين يقولوا دحين هذه قراءة ايش؟ أيوه. ايش كان الشيخ يقرأ؟ دي رواية البزي عن ابن كثير. جميل. ابن كثير القارئ الثاني من القراء العشرة. جميل. والبزي هو الراوي الأول له. جميل جميل. طيب خلينا الشيخ أيمن نحن نبدأ كذا برحلة القراءة قبل الإقراء. نعم. متى كان حفظ القرآن للشيخ أيمن؟ متى حفظت القرآن؟ الحمد لله، يعني ربنا سبحانه وتعالى شرفني وأكرمني بوالدين عزيزين كريمين، فوالدي جزاه الله خيرا هو الذي حفظني وإخوتي جميعا. منذ نعومة الأظفار يعني. جميل. إلى أن وصلت تقريبا في عمر 13 سنة انتهيت منه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشيخ يعني. جميل. الشيخ يعني والدكم الشيخ صفوة شيخنا وهو من مشايخ الإقراء، يعني برضو حتى المشاهدين يتعرفون يعني الأوائل والكبار ومشايخ جدة للإقراء، يعني صلى الله يطرح فيه البركة ويمد عمره على الطاعة. طيب حفظت القرآن عمرك 13 سنة. يعني خلنا نقول الشيخ أيمن بعد كده حتى تخصص يعني في القراءة والإقراء، مش اللي يعني خلى الشيخ أيمن يتوجه ولا عشان تخصص الوالد؟ والله في الدرجة الأولى طبعا الوالد جزاه الله خيرا هو اللي حكم اللي ده توجهه الأساسي. جميل. وعمله في. جميل. الإقراء والإمامة وهكذا. فطبعا كل أب يتمنى أن يكون أولاده يعني في نفس هذه اللي. جميل. فالحمد لله أن أكرمنا بذلك. وفي النهاية يعني أحببت هذا المجال ولم أجد لي في الدنيا سواه. الله يعني أكبر. الحمد لله. هني الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم أمين أجمعين. أمين. يا رب العالمين. طيب حفظت القرآن عمرك 13 سنة. بدأت يعني تقرأ على الوالد بالإجازة، يعني أخذت الإجازة من بعد الوالد. أن انتهيت من حفظ القرآن الكريم. كم كان كنت سنة كم تقريبا؟ تقريبا في ثاني متوسط. ثاني إعدادي يعني. تمام. حفظت الجزرية من الصغر طبعا. جميل. الجزرية منظومة في علم التجويد وهي شرط في إجازة القرآن الكريم، يعني من أراد أن يجاز في القرآن الكريم لابد أن يكون حافظ الجزرية وفاهم لشرحها. جميل. ويعرض القرآن الكريم من أوله إلى آخره كما أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. جميل. أنت بدأت في القراءة على الوالد من بدأت بعد الحفظ تقريبا بأشهر يعني. جميل. كم استمرت فترة القراءة؟ إجازة حفظ تقريبا أشهر أيضا. جميل. أنا ترى للمعلومية يعني السيد الوالد نسأل الله أن يمتعنا بصحته وعافيته، كنت أعلم كثير من الطلاب يعني المواعيد تأخذ يعني أشهر، ما بقول أيوة. تمتد إلى سنوات حتى يأخذ، يعني حتى أنا أتذكر أحد الزملاء كان يقرأ على والدكم في السيارة، يعني هذا أيوة. الوقت يعني هذا الوقت هو الوقت الذي يعني يظفر بالشيخ. هو الوالد يعني حياته كلها في القرآن الكريم. نسأل الله أن يمتع بصحته وعافيته. زي طيب جلست تقريبا كم وأنت تقرأ على الوالد؟ والله أنا بعد أن انتهيت من حفص رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، تعلمت رواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة وقرأت أيضا إجازة بها بطرقها 21. جميل. ثم أيضا الوالد وجهني إلى حفظ متن الشاطبية في القراءات السبع والدرة في القراءات الثلاث، وبعد أن انتهيت منهما قرأت عليه إجازة بالعشر الصغرى. يعني لما انتهيت من العشر الصغرى كان وقتها في نهاية الصف الثالث ثانوي. ما شاء الله تبارك الله. نعم. ما شاء الله تبارك الله. يعني أنت انتهيت تقريبا في خلنا نقول يعني مع نهاية الإعداد انتهيت بالحفظ من حفظ من حفظ، وبعد ذلك بدأت في القراءة العشر في المرحلة الثانوية. الثانوية. نعم. طيب خلنا نشوف الجمع بين القراءة والإقراء، متى جلس الشيخ أيمن يعني يقرأ للقرآن؟ طبعا أنا الوالد يعني جزاه الله خيرا كان دائما هو النموذج يعني. جميل.
فهو يقرأ في المسجد وفي البيت وفي الشغل. فكنت أتمنى أن أنا أكون شيخ وأقرأ. فمباشرة بعد انتهيت من إجازة حفص بدأت في الإقراء، وكان معايا زملائي في المدرسة، أجزت منهم واحد يعني، ونحن في المرحلة الثانوية. جميل. يعني وانت في الثانوي كنت تقرأ؟ في الثانوي. وبتحصل وقت؟ طيب ما في دراسة؟ ما في؟ لا والله الدراسة يعني ان شاء الله بسيطة، وبعدين وقت الإقراء لم يكن طويلا. جميل. يعني في يعني خلينا نقول تربعت لإقراء القرآن وانت في المرحلة الثانوية. في الثانوية نعم. ما شاء الله تبارك أو الله. او قبل ذلك كمان يعني. جميل جميل. واجزت وانت في اجزت في حفص؟ في حفص من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة، وانا في المرحلة الثانوية. طيب خلال هذه المرحلة، مرحلة القراءة والبداية في الإقراء، خلينا نقول المدارس التي يعني تعلم فيها الشيخ أيمن، قرأت على الوالد؟ في أحد ثاني قرأت عليه غير الوالد؟ مشايخ التقيت بهم طلبت عليهم العلم؟ نعم، قراءة القراءة على الوالد كانت حفص الشاطبية والطيبة. جميل. والعشر الصغرى والعشر الكبرى. ما شاء الله تبارك الله. لكن المشايخ الآخرين بتبقى ما يسمى بقراءة بعض القرآن وإجازة البعض. جميل. بعض الآخر. مين من الباقي؟ في الشيخ عبد الفتاح مدكور في مصر، في محافظة الغربية في مدينة المحلة مركز تمنود. لا، الشيخ عبد الفتاح مدكور في أبو النمرس، في أبو النمرس في محافظة الجيزة في مصر. جميل. وهو أعلن قراء إسنادا، قرأ على الشيخ الضباع علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ رحمة الله عليه، فقرأت عليه الفاتحة وبعض من القرآن وأجزني بالباقي. ما شاء الله. أيضا الشيخ العلامة إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمة الله عليه، ذهبت إليه أنا وأخي الأكبر معاذ. ما شاء الله الشيخ معاذ. وتكفي رؤية الشيخ ولقياه فقط يعني. قرأنا عليه أيضا جزءا من القرآن الكريم وأثنى على القراءة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. غير المشايخ الذين قرأت عليهم في الجامعة زي الشيخ مثلا محمد نبهان. جميل. درس الجامعة أين الشيخ؟ في جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين قسم القراءات. جميل. أيضا الشيخ أحمد الرداد المغربي، الشيخ الدكتور سالم الزهراني، يعني عدد من المشايخ. جميل. قرأت عليهم في الجامعة غير المشايخ الذين قرأت عليهم في الخارج. جميل جميل. نعم. طيب في هذه المرحلة في بعض المشايخ مثلا لازمتهم، حضرت مجالسهم دروسهم في غير الإقراء؟ نعم، بعد المرحلة القراءات اتجهت للعلم الشرعي بفروعه من أصول الفقه والفقه واللغة العربية. فمثلا شيخنا في أصول الفقه في علم الفقه الشيخ عبد الوهاب طويلة. جميل. طبعا شيوخنا نتعلم من سمتهم ومن حالهم قبل قالهم يعني. جميل. فالشيخ عبد الوهاب طويلة تتعلم من جلوسه فقط، يذكرني بالإمام أحمد رحمة الله عليه حينما كان يحضر مجلسه 5500 فقط يكتبون عنه، والباقي يتعلمون من سمته وأدبه ودله ومن حاله قبل قاله. أيضا الشيخ الدكتور سعيد مصلحي تعلمت عليه أصول الفقه في منزله. جميل. في مكة المكرمة. وطبعا دروس، حضرت دروس الشيخ محمد المختار الشنقيطي ما شاء الله لمدة تقريبا 3 سنوات في شرح سنن الترمذي. جميل. أيضا قرأت صحيح البخاري قراءة وسماعا بكامله، بخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك وسنن الترمذي ما شاء الله على الشيخ عبد الله الشريف ما شاء الله، وايضا الدكتور انمار انعم، هو طبيب لكن متبحر في العلم الشرعي ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. طيب الشيخ ايمن يعني جمع بين هذا وهذا وجلس واهتم يعني بالاقراء، خلينا نقول يعني الانسان في بدايه المرحله قد تمر عليه مثلا بعض المواقف التي ما زالت مثلا عالقه بذهنه، سواء كان مع بعض المشايخ أو مع بعض يعني الأقران، أو كذلك بعض من مثلا جاء يعني يقرأ يعني لديكم الآن أن تجيز بالقراءات العشر. نعم. طيب خلال هذه المرحلة ما هي المواقف اللي عالقة في ذهن الشيخ أيمن؟ والله هو ده سؤال مفاجئ، لأني المواقف كثيرة لكن أحيانا يصعب تذكر شيء منها يعني. جميل. آه
والله خليني انا ارجع معك مثلا الى الى الى, إلى القراء في مصر. نعم. يعني لما زرت مثلا الشيخ السمنودي. ايوه نعم. طبعا احنا نعرف سبحان الله يعني مشايخ الاقراء عموما لهم يعني هيبه قذفها الله عز وجل في قلوب الناس. يعني ايش تتذكر من مجلس الشيخ من المواقف التي حدثت؟ هو الشيخ السمنودي رحمه الله عليه لما ذهبت الى من القاهره الى سمنود انا واخي معز، فوصلنا تقريبا يعني بعد صلاه المغرب، فالمشوار تقريبا 3 ساعات، فوجدنا الشيخ كان كبير في العمر يعني فوق 95، ولقينا الشيخ نام. قالوا الشيخ خلاص نايم. يا الله. فهو في قرية اسمها سمنود بعيدة عن المركز يعني المدينة اللي هي المحلة. فرجعت أنا وأخي معاز إلى المحلة أقرب نقطة، وبيتنا ليلة حتى نلتقي الشيخ في الصباح، لأن كانت أمنية كبيرة أن نلتقي. هو الشيخ سمنودي يعتبر إمام في القراءات في هذا العصر، بحكم أنه هو كتب تحريرات القراءات مع الشيخ الزائيات رحمة الله عليه، وهو شيخ للشيخنا الدكتور أيمن سويد، هو شيخه في أيضا في الإيه في القراءات الكبرى. بالمناسبة الشيخ أيمن قرأت عليه؟ قرأت عليه بعض من القرآن ومتن الجزرية، وأجازني بمتن الجزرية لمبني الجزري في التجويد. نعم. جميل. طيب شيخ أيمن، جلست يعني في الإقراء كم خرج على يدك؟ تقريبا إلى الآن 6 أو 7. جميل. 7 أو 8 طلاب تقريبا. جميل. كلهم في روايات مختلفة، يعني مثلا في من قرأ شعبة عاصم بكامله، يعني شعبة وحفص، ومنهم من قرأ حفص من طريق الطيبة، وفي بعضهم يقرأ بالعشرة الآن، 10 سور. ما شاء الله تبارك الله. جميل. الوقت عندك متسع ولا؟ والله الآن يعني هو ده يعتبر شغلي. جميل. جميل جميل. إن واصلت بعد البكالوريوس؟ انتهيت من مرحلة الماجستير ما شاء الله قبل أسبوعين، ناقشت الكتاب. نبارك لك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما شاء الله مرحلة الدكتوراه قادمة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سعدنا جدا بك يا شيخ أيمن. والله أنا أسعد. الله يرضى عليك ويبارك فيك، ونسعد إن شاء الله نلتقيك يعني مرة أخرى بإذن الله عز وجل. شكرا الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كان معنا الشيخ أيمن صفوت متحدثا عن تجربته في القراءة والإقراء. هنيئا لنا بأهل القرآن دوما. هنا انتهى لقاؤنا معه، ولكن بقي في يومنا الجديد مجموعة من الأخبار الراصدة، وكذلك مقطع عن صنائع المعروف نطالعه سويا. يوم جديد. أفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، أخلاقنا هويتنا. يوم جديد.
تنشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. صنائع المعروف يعني تقي مصارع السوء. جميل جدا أن نتربى ونربي على صنائع المعروف، فديننا دين المعروف. راصدنا الزميل عبد الرحمن باوزير رصد لنا مجموعة من يعني ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا عن الفجر والفرج؟ الفجر والفرج حروف تقديم تأخير لكنها تغير في المعاني كثيرا. من التغريدات الصباحية المتداولة صباح هذا اليوم بأكثر من 30 رتويت حتى وقت إعداد هذه الفقرة، تغريدة جميلة للمنشد العزيز محمد الغزالي، كتب فيها: الفجر والفرج توأمان، في الفجر انتقال من ظلام إلى نور، والفرج انتقال من ضيق إلى سعة. صباحكم فرج من كل هم، وفجر بعد كل ظلام، والليل مهما اشتد سواده فإن الفجر لاح. جميل أن نربط دوما بين الفجر والفرج. نسأل أن يفرج هم المهمومين يا رب العالمين. وتغريدة لطيفة جدا من الدكتور ميسرة، كانت يعني بأكثر من 60 إعادة تغريد إلى وقت إعداد هذه الفقرة. قال فيها: المبدع هو من يعرف جيدا أن الفشل ليس مخلوقا ولكنه حدث، وأن البارحة انتهت واليوم هو يوم جديد يمكن أن يصنع به حاضرهم، وغدا سيصبح ماضيهم. لفت انتباهي يوم جديد، قلت هذا أكيد أنه يعني ليومنا الجديد لابد أن يكون فيه مزيد تأكيد. جميل أن يكون المبدع وهو الشخص الذي يعني يخرج دائما عن المألوف بالنظر إلى أن الفشل ليس مرتبطا بذاته وليس هو مخلوق فاشل، ولكنه حدث قد يعترضنا، ولكن سرعان ما تنتهي هذه الأحداث التي قد ننظر إليها بشيء من الفشل، ولكن كما يقال دائما أن الفشل هو بداية طريق النجاح. دكتور ميسرة يؤكد على أننا نتعامل مع هذا الفشل على أنه حدث انتهى، وأن البارحة انتهت، وأن هذا اليوم هو اليوم الجديد الذي يمكن أن نصنع به حاضرنا، وغدا سيصبح ماضينا. ولعله يعني ذكرنا بما كان يقوله الإمام الحسن البصري: عند كل يوم جديد وصباح كل يوم يقول ابن آدم: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. فإذا ذهب اليوم لن يعود إلينا، فلنستودع هذه الأيام التي هي خزائن نستودعها صالحة الآمال. أكثر من 250 إعجاب حتى الآن لمنشور صباحي كتبه الدكتور خالد المصلح على صفحته الرسمية في الفيسبوك صباح هذا اليوم. قال فيه: الغفلة عن معاني الأذكار النبوية يفقد الذاكر كثيرا من خيراتها، يجعلها بناء بلا روح وصورة بلا معنى. لفتة جميلة من الدكتور خالد إلى أن نعيش هذه المعاني بفضائلها وبمعانيها، حتى يكون لهذه الأذكار أثر كبير علينا في نفوسنا. وحول نفس المعنى أطلق الشيخ محمد صالح المنجد، بالمناسبة يعني بما أننا ذكرنا نحن الشيخ محمد صالح المنجد، بعض الإخوة يخطئ يقول محمد بن صالح المنجد. الشيخ محمد اسمه مركب، محمد صالح وليس محمد ابن صالح. الشيخ محمد صالح المنجد صباح اليوم وسما بعنوان: صلاة الجماعة علمتني، حيث كتب تغريدة قال فيها: العبادات تصنع الكثير من التغيير، ولكن الغفلة وتحولها إلى عادة ينسي آثارها الطيبة، وهذا وسم نتذاكر فيه الفوائد. صلاة الجماعة علمتني.
هذه صلاة الجماعة التي كان يتحدث عنها يعني ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يقول أن الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حتى يحصل هذا المعنى. هذه الصلاة صلاة الجماعة التي كان الرجل الأعمى يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأذن له يعني في عدم حضور الجماعة في ذلك الوقت وذلك الزمان وتلك الصعوبة التي يجدها الأعمى قد تعترضه هوام أو دواب، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. حضور هذه الجماعة وهذا المشهد العظيم عند المسلمين لا شك أنه يعلم كثير من المعاني. ما أجملنا أن نتعلم هذا المعنى وننقل هذه التجارب حتى يعلم كثير ممن فقدوا هذه الكنوز العظيمة في هذه الصلاة فيحرصون على تقاسمها مع إخوانهم المسلمين في صلاة الجماعة. وهذه دعوة لنا جميعا للمشاركة في صلاة في وسم صلاة الجماعة علمتني. وبالمناسبة كان يعني يمكن الذي سافر أو تابع مثلا بعض التقارير التي تصدر من المراكز الإسلامية في دول أوروبا وأمريكا، غالبا المصليات أو المساجد الموجودة تجد في مؤخرتها مجموعة كراسي. تساءلنا عن هذه الكراسي فكانوا يقولون لنا أن غير المسلمين يريدون أن ينظرون إلى صلاة الجماعة كيف نصلي، فيدخلون يعني أشبه ما يكون بالمنظر الـ يعني الجديد عليهم والمنظر الغريب، فيحضرون إلى هذا المشهد وينظرون إلى المسلمين وهم يصلون. وكم يكون لهذا المشهد العظيم صلاة الجماعة تأثير في نفوس غير المسلمين. فالأجدر بنا أن ننقل هذه التجربة ونتذاكر في هذا الوسم الذي بادر فيه الشيخ محمد صالح المنجد صلاة الجماعة علمتني. هنا انتهى يومنا الجديد، نلتقيكم على خير بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء، كلنا فهل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.